من جهته طالب المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله طالب المصريين بالنزول للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية لحماية مستقبل مصر. احنا نزلنا وحشدنا للمصريين للنزول في ايام الانتخابات الرئاسية هو انتخاب لمصر وحماية لمصر ومستقبل مصر، لان بنقول لكم من دلوقتي اللي معتقد ان الامور خلصانه وان الرئيس عبد الفتاح السيسي منتهي الموضوع بالنسبه له وهيكسب الانتخابات باكتساح وان كده الرئيس ناجح، ده اخطر ما يهدد الدوله المصريه. احنا عايزين كلنا ملايين المصريين نحتشد امام اللجان الانتخابيه ونخرج كل المصريين نقول لهم ان بلدنا محتاجه لنا في اليوم ده.